خبرنا دلوقتي عن الفئات اللي بيحق ليها التقدم لحجز وحدات الإسكان الاجتماعي سكن لكل المصريين 3. ده الإعلان التكميلي لشقق لسكن كل مصريين 3 تم طرحه النهاردة بنظام التمويل العقاري بعدد 100,000 وحدة سكنية. ووزارة الإسكان الاجتماعي أكدت أن الفئات المستحقة للحجز أن يكون للمتقدم أو للمتقدم من محدودي الدخل، والحد الأقصى للدخل 6,000 جنيه للأعزب و 8,000 جنيه للمتزوج. أما بالنسبة لمتوسطي الدخل يشترط أن الحد الأقصى للدخل يكون 13,000 جنيه للأعزب و 18,000 جنيه للمتزوج. وزارة الإسكان أكدت كمان أن في فئات لا يحق ليها التقديم للحصول على وحدات سكن لكل المصريين 3، وهم اللي قدموا على وحدات قبل كده أو على قطعة أرض ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي للمتقدم وزوجته وأولاده القصر. وكمان قالت أنه لا يحق للأسرة اللي هي الزوج والزوجة والأولاد التقدم لحجز أكتر من وحدة.